اهلا بيكم، معاكم مصطفى انور. هنتكلم النهارده عن انتركانال هيتنج، وهو يعتبر ميثود من ضمن الميثودز بتاعه الايه اكتيفيشن اوف ايريجيشن انسايد ذا روت كانال سيستم. ببساطه جدا عشان تعرف تعمل اكتيفيشن اوف ايريجيشن، انت يا اما بتستخدم الالتراسونيك، يا اما بتستخدم حاجه اسمها مينيمال دايناميك اجيتيشن، او بتستخدم السونيك اكتيفيشن. ولكن ممكن مع الثلاثه دول انك انت تعمل انتركانال هيتنج اوف صوديوم هايبوكلورايت، عن طريق ان انا بدخل الايريجيشن نيدل بتاعتي جوه الروت كانال، اعمل ايريجيشن واسيب الصوديوم هايبوكلورايت جوه الروت كانال. بعد كده اجيب الداون باك بن، احط التيب انسايد ذا روت كانال واعمل هيتنج لمده ثانيتين ماكسيمم 4 ثواني، ثانيتين 3 ماكسيمم 4 ثواني، وبعد كده اشيل وابتدي اعمل اكتيفيشن باي طريقه من الثلاث طرق اللي احنا قلناهم. خلينا نشوف الفيديو عشان نعرف ازاي نعمل انتركانال هيتنج مع بعض. ادي الاكسس كافيتي والاريجيشن محطوط عندي جوه الاكسس كافيتي وانسايد ذا روت كانال. هجيب السيستم بي او الداون باك بن، هعمل هيتنج لمده 3 ثواني، وكده انا خلصت الانتركانال هيتنج. اشوفكم الحلقه الجايه.